لكن خلونا نتعرف أكتر عن مسرحية هيتم عرضها خلال فعاليات المهرجان، وهي مسرحية نوستالجيا 80-90 اللي من إنتاج هيئة قصور الثقافة. المسرحية هتعرض إمتى وأبرز التحضيرات الخاصة بالعرض؟ كل دي أسئلة هيجاوبنا عليها الفنان محمود عزازي اللي بينضم لينا عبر الهاتف. أهلا بيك يا أستاذ محمود. اهلا يا استاذه ليلى، مرحبا بحضرتك. اهلا بيك، وعايزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن المسرحيه، العرض المسرحي المميز نوستالجيا 80-90، يعني الاسم مميز وبيرتبط بجيل معين او حقبه زمنيه معينه. كلمنا بتفاصيل اكتر عن العرض. الحقيقه لو هنتكلم عن العرض نوستالجيا 80-90 هو رؤيه واخراج الاستاذ تامر عبد المنعم. فكره العرض قائمه على استدعاء الذكريات بتاعتنا المبنية على التراث الفني والثقافي في الحقبة ما بين سنة 80 لحد سنة 2000، الثمانينات والتسعينات، في رحلة زمنية مدتها ساعة ونص. بطل العرض بيسافر عبر الزمن لمدة ساعة ونص وبيسترجع كل ذكرياتنا بقى مع الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني والبرامج والإرث الثقافي والفني اللي كان موجود في الفترة دي. ده باختصار شديد جدا، مع مجموعة طبعا كبيرة من أصدقائي الفنانين في عرض الحمد لله الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقدمه بإنتاج مبهر جدا تحت رعاية سيادة الوزير دكتور أحمد هنو وفي ضوء سياسات الهيئة العامة لقصور الثقافة. أنا فخور إن أنا جزء من العرض ده، لأنه مش بس يعني أنا بنتمي للحقبة الثمانينات والتسعينات، لكن العرض بيعبر عن الهوية المصرية، واحنا في معركة هوية في الوقت ده من وجهة نظري. وكمان انا سعيد ان احنا هنعرض في مهرجان العالمين اللي بيدعم نفس الفكرة، وسيادة الوزير كان ليه تعليق مهم جدا في بداية توليه المنصب عن الهوية المصرية واهمية دعم فكرة الهوية، وده اللي بيقدمه العرض الحمد لله. يعني استاذ محمود، بتتكلم عن مهرجان العالمين ووجودكم في المهرجان، الهيئه العامه لقصور الثقافه وتواجدها السنه دي باكثر من عرض واكثر من فكره بتقدم، ايه اهميه ده حتى للترويج للانشطه الثقافيه الخاصه بالوزاره؟ الحقيقه انا يعني انا كمواطن مصري عادي مش كفنان بينتمي لوزاره الثقافه، انا سعيد جدا بفكره المهرجان، وبشكر بشكل شخصي كمواطن مصري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين عليها على الفكرة دي، لأن احنا كنا في أمس الحاجة إليها. أولا للترويج السياحي، هي بتدعم كذا محور الحقيقة، محور لو اتكلمنا من زاوية الترويج السياحي ففكرة المهرجان بتدعم ده بشكل كبير جدا، والأنشطة والفعاليات اللي بتتقدم من خلال المهرجان الحقيقة من حفلات لمسرحيات لجميع الأنشطة اللي بتتقدم، التوقيت ده كان مناسب جدا، فانا بحيي القائمين على الفكره اولا. وكفنان بقى انا سعيد ان انا هبقى جزء من المهرجان من خلال مسرحيه نوستالجيا 80-90 اللي بتدعم نفس الفكره. انا شايف ان احنا القوه الناعمه المصريه في وقت مهم جدا ان احنا نعرض او نفرد عضلاتنا كفنانين مصريين وكثقافه مصريه وكفن مصري، والمهرجان بيفتح لنا الباب لده. فاحنا من خلال نوستالجيا 80-90 بقياده استاذ تامر عبد المنعم هنحاول نقدم يعني افضل ما لدينا، وزي ما حققنا نجاح كبير في القاهره وفي بورسعيد وفي الاسماعيليه والعرض بقى مطلوب وناجح جماهيريا بالشكل ده، فاحنا عندنا نفس الحماس اللي احنا بنتلقاه من ساعه ما تم الاعلان عن خبر ان العرض هيبقى في المهرجان العالمين، عندنا نفس الحماس ان احنا نقابل الجمهور هناك ونتمنى نساعدهم ونحقق نفس النجاح اللي حققناه في المحافظات الثانيه. شايف ازاي تفاعل الجمهور والحاضرين لمهرجان العالمين الجديده مع الانشطه المختلفه اللي بتقدمها هيئه قصور الثقافه؟ يعني الفئات العمريه المهتمه انها تتابع الانشطه دي، ويعني شايف ده ازاي داخل المهرجان؟ الحقيقه انا متابع الفعاليات والانشطه بتاعت المهرجان عن كثب، ويعني طول الوقت عندي حاله من الانبهار اولا بالمستوى اللي بيتقدم بيه الفعاليات والانشطه، ومنبهر جدا وسعيد جدا بان جميع الاعمار متفاعله مع الانشطه والفعاليات، وده المطلوب. والحقيقه يعني الدوره دي ناجحه بشكل كبير جدا، واتمنى مزيد للنجاح في الدورات اللي بعد كده. والاهتمام كدوله والاهتمام من الجمهور في سواء في الحضور او المتابعه من خلال التلفزيون والتغطيه اللي حاصله للمهرجان شيء راقي جدا وعلى مستوى عالي الحقيقه.
يعني ايه الحاله اللي عايزين تقدموها من خلال العرض المسرحي نوستالجيا 80 90؟ يعني فكره العرض وتفاعل الجمهور معاها تتوقع منه ايه، خاصه زي ما اتكلمت انها موجهه لحقبه معينه او يعني لفتره زمنيه معينه؟ والله بص، هي مش موجهه لحقبه معينه او لاشخاص بينتموا لحقبه معينه قد ما هي، انا شايف ان مش عارف دي صدفه او ممكن تكون نسميها ايه، ان في علاقه تكامليه ما بين فكره المهرجان، مهرجان العالمين بشكل عام والدور اللي بيقوم بيه المهرجان، وفكره نوستالجيا 80 90. حاجه كده عامله زي الماستر سين بتاع الفيلم. فانا اعتقد ان نوستالجيا 80 90 كفاعليه من فعاليات مهرجان العالمين هتبقى زي الماستر سين في فيلم السينما. المهرجان بيدعم فكره الهويه المصريه والقوه الناعمه المصريه من خلال عرض الفنانين والفن المصري والثقافه المصريه، وكذلك نوستالجيا 80 90 احنا بنشير لحقبه مهمه جدا في تراثنا الثقافي والفني بهدف دعم الهويه المصريه وفكره القوه الناعمه المصريه وتاثيرها في الوقت ده. واعتقد ده بيكمل هدف المهرجان والقائمين على المهرجان اللي الحقيقه دايما دوافعهم الوطنيه والفنيه واضحه بشكل عام في كل الافكار اللي بيطرحوها والاعمال اللي بيقدموها. من خلال متابعتك لانشطه المهرجان المختلفه، يعني ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك او ايه العروض اللي حسيت ان انت كفنان عايز حتى تتفرج عليها وتكون واحد من الجماهير والحاضرين لفعاليات المهرجان المختلفه، مش بس فنان بيأدي دوره على المسرح؟ ده هيرجعنا لبدايه مداخلتي مع حضرتك، ان انا اصلا سعيد بالحدث ككل كمواطن مصري عادي قبل ما اكون فنان. ليا الشرف ان انا هبقى مشارك في جزء من الفعاليات. الحقيقه انا كنت الاول مهتم بفكره الحفلات الغنائيه وبتابعها من خلال التلفزيون، لكن بقى عندي اهتمام اكتر بالعروض المسرحيه. حتى انا بدخل كمواطن عادي على المواقع اعرف ايه المسرحيات اللي هتتعرض عشان اقدر احدث وما يفوتنيش عرض من العروض، بجانب طبعا عرض نوستالجيا 80 90 اللي هيبقى ضمن الفعاليات. فانا يعني انا عايش حاله من السعاده جدا كمواطن وكفنان بالحاله العامه اللي بنمر بها دلوقتي من خلال مهرجان العالمين وتحضيراتنا احنا للعرض نوستالجيا 80 90 اللي اوعد الجمهور اللي شافوا العرض قبل كده ان هيبقى فيه شويه تحديثات في العرض عشان تنال الاعجاب اكتر وتبقى متوافقه اكتر مع فكره المهرجان. استاذ محمود العزازي، الفنان محمود العزازي، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك. نتمنى النجاح والتوفيق للعرض طبعا، وانه يعجب كل الجمهور، وكمان انك تستمتع اكتر بمختلف فعاليات مهرجان العالمي.